شهر التسامح بداية نبدأ. هذا شهر الخير والتعاضد والمساهمة مع الفقير. كان حينما يأتي رمضان تتغير الدنيا، يعني في العائلة، في البيت، في الحارة، كل الدنيا تتغير، تصبح أكثر روحانية، أكثر قربا من الله، أكثر قربا من بعض. في رمضان تجد مجموعة من المتنوعة من الأطعمة على السفرة من الجيران، وانت طبعا ساهمت في ذلك. كنا زمان نتجمع بعد الإفطار، نعزم بعض على الإفطار ونستمر بعد الإفطار مثلا نتابع مسلسلات، أحيانا نلعب شدة ونتسلى ونتسامر ونتذاكر ذكريات قديمة ومواقف ضاحكة عشناها مع بعض. الآن لا يوجد هذا الكلام. زمان كنا نحتفل برمضان، يعني إحنا أطفال الحارة أو آبائنا أو هذا، بفانوس صغير نعلقه أو نحمله في الحارة. الآن أصبح هناك زينة لرمضان، أضواء وكهرباء وهلالات وفوانيس. إحنا في الحارة ما كنا حتى نستأذن للخروج للمسحر، كنت أطلع لأنه كل أولاد الحارة يكونوا سبقوني، فما كانوا الأهالي يمنعونا أنه نطلع، ونطلع مبسوطين ونمشي وراه، نمشي وراه يعني مسافة إلى أن يصل إلى نهاية حارتنا وبعدين نرجع لبيوتنا. من العادات التي تغيرت الآن، كان زمان يتجمعوا نسوان الحارة، كل واحدة جايبة طحيناتها وعجيناتها والبهارات وما بعرف شو، يعملوا عجينة المعمول، كل واحدة جايبة قوالب المعمول ويقعدوا يعملوا معمول ويطقوا على الطاولة وتطلع المعمول يحطوها في الصينية وبعدين يخزوها. الآن بيقول لك لا والله مشترات العبد أحسن من ترباته، بمعنى إنه بيشتروا من محل الحلويات معمول جاهز وانتهى. هذا الشهر الفضيل الذي يحمل عناوين المصالحة والمسامحة والمحبة، يجب أن نطبق هذه الشعارات فيما بيننا، أن يكون رمضان هذا العام ورمضانات القادمة رمضان محبة وتسامح وتصالح، عاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات والرزق الوفير العميم.